بارد چه خون که دیده چه سن روز و شب چرا از غم کدام غم غم سلطان کربلا ارث الحسین بر حسین مرثیه بخوان بسم الله الرحمن الرحيم على الله في كل الأمور توكلي بالخاص أصحاب الكساء توسلي محمد المبعوث فاطمة الزهراء والمرتضى علي عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا بتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمان فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إلي وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله ما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني قال لي يا أمه إني أشهد
الشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله. السلام عليك يا من اختار الله. أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل
غلام معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم تيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرئيس وطهرهم تطهيرا. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا
شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسام. قال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكسام؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النظام ومعدن الرسالة. فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ قال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال علي لأبي: يا رسول الله، اخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جاء
جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفي جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همهم، ولا مغموم إلا وكشف الله غمهم، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، ريختن دم ريختن دم وهشيان بالگت در را زدن، ادیم جای در پهلوی مادر را زدن، ادیم هیزم به دستم، ادیهم با غلاف بی هوا آتش به پا کردندم، هی در را زدن، آریم باورش سخت است بدانید مردم، قریب به 4000 نفر جمع شدن حوالی کوچه بنی هاشم، آخی لشکر هیدر جلوی لشکری صف می کشد، این ارازل بی ترحم رکن لشکر را زدن، بوی سیب فاطمه از بوسه های مصطفی، گرگ ها از ریشه این سیب معطر را زدن، فاطمه گوهر ولی دیگر صدف در کار نیست، باز کردن آن صدف را، وای گوهر را زدن، ریشه دین سوخته افتاد ساق بر زمین، آمدند غنچه ای که گشت پرپر را زدن، قنفذ و مسمار با هم کارشان را کردند، از جهات مختلف
لباس حیدر را زدن. بمیرم آتش بلند بود که این در شکسته شد. ایام امین مصائب است، میگم انشالله گریه کنید برای فرج منتقم اجرا کنید. آتش بلند بود که این در شکسته شد، حرمت زهل بیت پیمبر شکسته شد. افتاد تا که سوخت در خادم رسید، فهمید بار شیشه کوثر شکست شد. همشو با کنایه گفتم اهل شعر و ادب، از بس پیامبر جلوی چشم آن حسود بوسه به دست و سینه زد، آخر شکست شد. این ماجراست مرد زمین خورده همسرش، این ماجراست شیر خدا سرشکست شد. میگفت فزیا که نمیگفت با علی، از پشت در چه فایده، حیدر شکست شد. آنجا تناب را به گلوی پدر که دید، قلب لطیف و نازک دختر شکست شد. زهرا پی علی و مغیر غلاف را، از بس که زد به بازوی مادر شکست شد. اللهم لعن الجبت و الطاغوت واللات والعزى وابنتيهما واتباعهم إلهي بحق فاطمة زهرا، فرج منتقمشون رو برسان. قلب نازنین و داغدار امام زمان از دست ما راضی و خوشنود بگردان. بار الله سفر زوار ابی عبدالله، سفر زوار ابی الحسن رضا بی خطر بگردان. خدایا داغ زیارت عتبات به هیچ دلی مگذار، بیماران از محبین شفای عاجل عنایت بفرما. سفارش شده ها رفع گرفتاری بگردان، هر جای عالمی هدیه امام رضا بلند صلوات. زمین کربلا تاجی شکسته، جوانان یک به یک بردی زدسته. زمین کربلا فصل بهار است، زفون نوجوانان لاله زار. زمین کربلا با هیل بازی عجب کردی و تو مهمان نوازی. زمین کربلا با هیل بازی عجب کردی و تو مهمان نوازی.